مع حلول فترة الخريف وبدء قطاف الرمان، يبدأ الأهالي بتخزينه بعدة أشكال، يبيعون قسماً منه ويخزنون قسماً آخر بانتظار ارتفاع سعره، وأما ما تبقى من الرمان فيقومون بعصره ليصير دبساً. نبلش بالخمسة بالشهر، بدايتها من الخمسة بالشهر منبلش فيه، منبلش السوق كويس مننزل على السوق، السوق إذا ما هو كويس من صوبر من خزين وتخزين. المشقق والخربان مثل هات نبعته على الاسمه، نسوان بيسوي الدبس، مراحل بيجي وما تبقى كله من خزين، منعيفه شهر شهرين تحسن السوق نبعته على السوق. الخالة أم أحمد ناهزت الستين من عمرها وهي تعمل بعصير الرمان، أخبرتنا عن طريقة صنعها للدبس. سعنا الدبس عم تروحوا على البستان عم تحوشوا عم بتجيبوا على الصابور، الصابور مشخشق والخربان بتطلعوا هيك، والمرة عم بتدقوا عم تعصروا عم بحط فوق النار هاي مي، وست ساعات عم بغلي بغلي حتى بتصير دمس مثل هذا. من 15 سنة ب14 سنة ولا هلأ صار 60 فوق 60 عمري، ودوم عم بشتغل بالبستان وبالرمان وبالتفاح وبهالشغلات. من أراضي الباسوطة الفرات للأنباء.